السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. انطلاق ثامن نسخ مهرجان المدن القديمة في ولاثة، والرئيس يؤكد على دور المهرجان في ترقية المدن. جمعية النور للتعليم والعمل الاجتماعي تطلق النسخة الثالثة من مهرجانها السنوي بنواكشوط حول المديح النبوي. انقسام في الشارع الموريتاني إزاء الموقف من الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف بين مؤيد ومناور. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأ النشرة بأولى نوافذنا على مدينة ولاثة. قال الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز إن تمسك الموريتانيين بالدين الإسلامي السمح جنب البلاد ويلات التطرف والانحراف، مضيفا أن موريتانيا كان لها دور هام في نشر الإسلام بالصحراء وإفريقيا. جاء حديث العبد العزيز خلال إشرافه على افتتاح أعمال النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة بمدينة ولاثة، حيث أكد أن المهرجان يعتبر مناسبة لاستحضار أمجاد التاريخ والحفاظ عليها في الضمير الجمعي لموريتانيا. إن تمسكنا بهذا الدين القيم كتابا وسنة وعملنا على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حصن مجتمعنا على مر العصور من غوائل الفتن والتطرف والانحراف. أيها السادة والسيدات، تشكل مدننا القديمة ثقافة وعمرانا رمزا لهويتنا الحضارية وشاهدا حيا على دورنا التاريخي الرائد. فقد كانت تستقطب العلماء من كل الأقطار، وكان لها فضل كبير في انتشار المعرفة والدين الإسلامي السمح شمال وجنوب الصحراء. وقال أول عبد العزيز إن مهرجان المدن القديمة يهدف إلى ترقية المدن وتنميتها مع المحافظة على معالمها العمرانية وروحها التراثية وتاريخها العريق، مضيفا أن هذا الهدف ظل حيث بذلت جهود كبيرة في سبيل تطوير هذه التنمية. إن مهرجان المدن القديمة يهدف في ذات الوقت وبالأساس إلى ترقية هذه المدن ومنحها مقومات النمو والتطور مع المحافظة على معالمها العمرانية وروحها التراثية وتاريخها العريق. ولقد ظل هذا الهدف حاضرا بقوة في سياسات الحكومة على مد السنوات الأخيرة، حيث بذلت جهود كبيرة في سبيل تطوير البنى التحتية في هذه المدن وفك العزلة عنها وخلق فرص عمل لسكانها ودعم نشاطاتهم المدرة للدخل. أيها السادة والسيدات، إن الحفاظ على المدن القديمة وترقيتها يعد حفاظا على هويتنا الثقافية والحضارية، وإسهاما في ترسيخ وتنمية قيم التسامح والاستقامة والتكافل. قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيد محمد المحم إن النظام الموريتاني الحالي حول مدينة ولاثة إلى متحف وعاصمة للعلم والثقافة،
مضيفا أن الأنظمة السابقة أرادت لها أن تكون مجرد سجن. وتحدث والمحم في خطاب ألقاه خلال افتتاح النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة عن البعد التاريخي والثقافي لمدينة ولاتة. فولاتة وشقيقاتها هي بيتكم الذي أنقذتم من الضياع والإهمال لعقود من الزمن كادت فيها أن تندثر وأن تفقد صفتها بذات الفعل كتراث للإنسانية، وكمنارات علم وثقافة حملت الإسلام والحضارة والإشعاع إلى كل المحيط وأبعد. ولاتة يا فخامة الرئيس هي بيتكم الذي أرادت له الأنظمة السابقة أن يكون سجناً ومنتبذاً عقابياً قصياً، الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود، فحولتموها بما بذلتم من جهد صادق وعزم أكيد متحفاً وعاصمة للثقافة والعلم في هذا المنكب من بلدنا، فاستعادت بذلك ألقها ودورها. وحين أراد الغلاة والمتطرفون هدم ما عجزت عن هدمه عاتيات الزمن، كانت مقاربتكم الأمنية أقوى حماية لهذه المدن. هذا وتشهد النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة معارض كتب، بينها معرض إسباني، كما تتخللها محاضرات ثقافية وعلمية وتستضيف فرقا فنية وأدبية من بلدان الجوار. إن النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة لهذا العام، والتي تتشرف بافتتاحكم لها بمدينة ولاتة العريقة، تتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية والعلمية ذات البعد التراثي الأصيل. وستشهد هذه السنة عرض فيلم وثائقي عن تاريخ المهرجان، ومعارض كتب تتضمن مطبوعات جديدة قيمة عن بلادنا تاريخاً وتنمية وحياة اجتماعية، إلى جانب العديد من المحاضرات ذات القيمة العلمية العالية. وسيكون المعرض الإسباني ضيف شرف على المهرجان لهذه السنة في عناق تاريخي بين المعمار الولاتي والأندلسي، بما يترجم العلاقات التاريخية الضاربة الجذور بين ملثم الصحراء والشعوب وحضارات شبه الجزيرة الإيبيرية. كما يستضيف المهرجان عدداً من الفرق الفنية والأدبية من إخوة لنا ربطتنا بهم عبر القرون، أواصر الدين والثقافة والقربى والجيرة، فمن قليميم وعيون الساقية الحمراء وتندوف إلى عمق مالي وعاصمته الثقافية تمبكتو، إلى تخوم ملتقى النيلين في بلاد السودان الشقيق، ثقافات وشعوب تبادلت مع الموريتانيين التأثير والتأثر عبر التاريخ. يشكل مهرجان المدن القديمة مناسبة لإحياء تراث وثقافة هذه المدن التاريخية والسعي إلى الحفاظ عليه من الاندثار. ويتضمن المهرجان السنوي الدوري نشاطات مختلفة تجمع بين الأدب والثقافة والتاريخ والفن، إضافة إلى معارض تراثية، وينظم كل سنة بإحدى المدن القديمة. نتابع. مهرجان المدن القديمة مناسبة سنوية تسعى من خلالها موريتانيا إلى إحياء الثقافة والتراث مدنها التاريخية والحفاظ عليه من الاندثار. وتبرز خلال هذه المهرجانات المكانة التاريخية للمدن القديمة ودورها الريادي، ويكون ذلك من خلال الشعر والأدب والتاريخ والسينما والمسرح والموسيقى. فتتشكل فسيفساء ثقافية تعكس تنوع ثقافة ومكونات المجتمع الموريتاني. وتحاول المدن القديمة من خلال هذه المهرجانات إعادة التعريف بنفسها وإحياء حضارتها الممتدة لقرون خلت، تعريف يكون للمكتبات العلمية فيه دور كبير، حيث الثقافة والعلم صنوان كثيرا ما عرفت بهما موريتانيا. وتحضر خلال هذه المهرجانات الرماية التقليدية والسباق الجمال لإبراز الدور المحوري لسفينة الصحراء ووسيلة نقلها العريقة، فضلا عن دوره الاقتصادي حيث كان يشكل قطب رحى القوافل التجارية بين المدن. وإلى جانب ذلك تحضر المعارض التقليدية الثرية بتراث غابر يكاد يطويه النسيان، وتتحول المدن القديمة في مهرجاناتها الثقافية
إلى قبلة للموريتانيين، كما يشد الأجانب إليها الرحال لاكتشاف الوجه الثقافي الأصيل لموريتانيا، ويحضر بعض من تتقاسم معهم موريتانيا جزءا من الثقافة والحضارة. وتكسر المدن القديمة من خلال مهرجاناتها السنوية صمتها المطبقة، وتتحول على مدى أسبوع إلى نشاط وحيوية لا تكاد تشهدهم المدينة التاريخية إلا بعد سنوات بعدما يكمل المهرجان دورته على المدن الأربع. وإلى جانب الوجه المشرق لمثل هذه المهرجانات، فإن المدن القديمة ترنو إلى فك العزلة عنها وعن ساكنتها، وإلى النهوض بأوضاع الخدمات الأساسية فيها، حيث تشكو ضعف الصحة والتعليم وشبكة المياه والكهرباء. ومعنا في الاستديو مولاي ولب حيدة، كاتب صحفي، أهلا وسهلا. إذن بداية، ما الدور الذي يمكن أن يمثل مثل هذه المهرجانات والذي يمكن أن يحققه للمدن التاريخية القديمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك في ذلك أن مثل هذه التظاهرات الثقافية مهمة جدا لهذه المدن التاريخية، خاصة أنها إذا استغلت استغلالا حسنا يمكن أن تضيف جديدا إلى هذه المدن فيما يتعلق بالبنية التحتية. لكن مقابل لا أعتقد أن بهذه النسخ إن لم تتطور أكثر يمكن أن تضيف أكثر مما أضافته في النسخ السابقة، لأن هذه المدن تحتاج إلى بنى تحتية صلبة تفيد هذه المدن على المدى الطويل وليس المدى القصير، لأن المدى ربما هذه التظاهرات اقتصادية تفيد بعض الساكنة، تفيد بعض حركية السوق آنيا، لكنها لا تضيف جديدا على هذه المدن لأنها تحتاج إلى بنى تحتية صلبة. أما البعض يرى أنها بحاجة لنهوض بأوضاعها وفك العزلة عنها أكثر من تنظيم مثل هذه المهرجانات. طبعا تحتاج إلى بنى تحتية صلبة من أجل إغراء الآخرين، خاصة الذين يأتون من بلدان أخرى للعودة إليها، ليس في وقت في هذه المواسم وإنما في كل في كل المناسبات والأزمنة، وبالتالي تحتاج ما تحتاجه هذه المدن إلى هو بنى تحتية صلبة وليست آنية كما هو حاصل الآن. لكن هذا المهرجان يهدف إلى إحياء التراث والحفاظ عليه، لا أي حد أسهم فعلا في تحقيق هذا الهدف وفي إحياء الثقافة والتراث المريكي. لا شك أنه أحدث طفرة أو أحدث اهتماما كبيرا، ضجة كبيرة للاهتمام بهذه المدن، لكن بهذه المدن وما تسخر به من كنوز ثقافية واجتماعية، لكن بالمقابل هذه الكنوز أيضا تحتاج إلى حفظ دائم وتحتاج إلى بنية تحتية تليق بها وتحتاج إلى من يساعد خارج المنظومة السلطوية الحاكمة، وبالتالي نحتاج إلى منظمات دولية، نحتاج إلى جهود مستثمرين أجانب من أجل الحفاظ على هذه المدن وتراثها. هناك بعد اقتصادي طبعا للمهرجان من خلال جلب السياح طبعا، لكن دائما ما زال الأمر مقتصرا على هذه المناسبات التي تقيمها الحكومة سنويا، وهي لا شك أنها مهمة لكنها أيضا لم تضيف جديدا على هذه المدن. ربما كما قلت هناك إضافة آنية، هناك محاولة جلب الاهتمام لكنها ليست راسخة وليست بمفهوم طويل المدى، لأننا نحتاج إلى تنمية طويل المدى، إلى دعم طويل المدى لهذه المدن وتغيير شكلها الداخلي والخارجي وتحويلها من مدن عادية تراثية إلى مدن نصفها تراثي ونصفها عصري، ترميم كل البنايات ومحاولة خلق ثورة اقتصادية تنموية داخل هذه المدن بعيد، من أجل أن تقوم بنفسها وتشرف بنفسها وبلدياتها على هذا الموروث وهذه الكنوز التي بها. دون ذلك لا أعتقد أن هناك سيمكن أن تكون هناك نهضة في هذه المدن. ربما هناك مناسبات يأتيها البعض مجاملات ويأتي الآخرون من أجل ربما الاستفادة أو الإفادة، لكن بدون جهود كبيرة يمكن أن تضيف لهذه المدن أكثر من حضور موسمي. إذن تضفي على الأقل حفاظ على الثقافة والتراث من الاندثار. كيف السبيل إلى هذا الحفاظ في ظل تسارع وتيرة الثقافة الوافدة والتطور الحضاري؟
لا بد أن تكون هناك إرادة حقيقية لفك العزلة عن هذه المدن، لأن هذه المدن بعضها حتى هذه النسخة الجديدة، النسخة الحديثة الآن في ولاية هذه المدينة التاريخية المعروفة بتراثها والغني بالتنوع، هي الآن تعاني من 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 من, من العزلة، لأنها تبعد عن الولاية، ولاية الحوض الشرقي 90 كيلومتر، وهي طريق غير معبدة، وتعاني أيضا من العطش، وبالتالي هذا الدائن الذين تعيشهما هذه المقاطعة المهمة جدا، الثراء في الحضور النوعي والاستثمار في هذه المدينة، وبالتالي هاجر السكان هذه المدينة وربما المدن الأخرى التاريخية، وإن لم تكن هناك نهضة حقيقية وبنى تحتية مهمة، لا أعتقد أن الحفاظ على هذا الموروث يمكن أن يستمر، لأن كنا ننتظر أن ينتقل هذا الموروث وهذه العطاءات داخل هذه المدن إلى العاصمة نواكشوط، وأن تستفيد منه المدن الأخرى وبقية هذه المدن متقوقعة على نفسها، لأنها لم تشكل بالنسبة للآخرين أكثر من مدن في 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 ذاكرة الجمعوية للشعب الموريتاني، لكنها أيضا لم تستطع مسايرة الحاضر بإضافات جديدة على هذا الواقع الذي أصبح عند الكاتب الصحفي والمدير الناشر لموقع 28 نوفمبر ملاي والبحيدة، شكرا جزيلا لك. إلى شأن منفصل، حيث أطلقت جمعية النور للتعليم والعمل الاجتماعي نسخة الثالثة من مهرجانها السنوي حول المديح النبوي بدار الشباب القديمة في العاصمة نواكشوط. وتقول الجمعية أنها تسعى من خلال هذا المهرجان الذي يأتي تنظيمه بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف إلى نفض الغبار عن فن المديح. إنه لشرف لنا عظيم في جمعية النور للتعليم والعمل الاجتماعي أن تحضروا معنا اليوم وقاء افتتاح أنشطة النسخة الثالثة من المهرجان المديحي بسم الله إلهي نمدح، الذي تنظم الجمعية بمناسبة الاحتفاء بذكرى المورد الشريف، تلك الذكرى العظيمة التي شكلت منعرجاً حاسماً في حياة البشرية، أضاءت سماءها وأنار دروبها طوال 14 قرناً من الزمان، وسيظل يشرق بنوره على الكون ويسترشد بهداه الحائرون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الحضور، أيها السادة والسيدات، إننا في الجمعية ورأيا منا بأهمية المديح باعتباره أدبا راقيا له مكانته في الثقافة الإسلامية ككل والثقافة الموريتانية بشكل أخص، يأتي تنظيمنا للموسم الثالث من المهرجان، وذلك لارتباط المجتمع الموريتاني بالسيرة النبوية، حيث تناول الرواد هذا اللون الثقافي الجميل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله المحمودة، واستعرضوا سيرته العطرة، وأظهروا الشوق إلى زيارة قبره وسائر الأماكن المرتبطة بحياته. تتباين آراء المواطنين الموريتانيين بشأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بين من يحتفل به ويدعو لذلك ومن يرى الاحتفال به بدع. ويتمثل إحياء بعض الموريتانيين لذكرى المولد النبوي الشريف في التركيز على الأذكار وإبراز الشمائل والأخلاق المحمدية العظيمة. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. هنا في هذا المسجد أحيا المسلمون الليلة البارحة، ليلة 12 من ربيع الأول، التي يعتقدون أنها تصادف مولده صلى الله عليه وسلم، وذلك بذكر شمائله ومناقبه عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول إمام المسجد إن أبرز ما تضمنه تخليدهم في الليلة الماضية يتعلق بذكر إرهاصات مولده وأخلاقه وجهاده وترديد قصائد في مديحه، وعندما سألناه عن الذين يعترضون على الاحتفال بالذكرى الشريفة أجاب أن الناس لا يزالون مختلفين وأن بدعة الاحتفال مستحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري ورجع أخبر الصحابة ذلك، هناك من أنكر
إذن الذي آمن به بعد من أنكروه سيدنا أبو صديق قال لو أخبرني بأكبر من ذلك أنا لا أصدقه. ناس هكذا ما زالوا مقسمين، إن كان بدعة فإنها بدعة مستحسنة، بدعة مستحسنة. بينما كان أحمد تيجان يحدثنا عن ذكرى المولد والموقف من الاحتفال بها، كانت شوارع المدينة خالية من مظاهر الاحتفال، وكان هؤلاء الأطفال في هذا الحي الشعبي يحلون الركض خلف كرة القدم محل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وينقسم الشارع إزاء هذه الذكرى، فمنهم من يدعو إلى اجتناب البدع. كما تعرفوا الحمد لله الأعياد عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. تقولوا الروايات الآخرين البدع دي روايات، حقيقة إنسان يعترف أنه حد هم كبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي حيصنته صلى الله عليه وسلم. ومنهم من لا يعتبر تخليد الذكرى بدعة وينتقدون عدم الاحتفال بها. ما نقال أنه بدع، احتفال به يعني تؤدلال بصلاة للنبي والإذكار وتقدم حتى للنبي ومشى لسيرتهم الإسلامية إن شاء الله. بدعة الله ما بدعة، حد قاع ما الشهر هذا اسم النبي ما عنه متى الشهر، ولا تلقى عيد عيد ولا تلقى هالشيء. محمد أحمد الخوية، المرابطون، واكشوب. قدمت عدد من الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني بالعاصمة نواكشوط مساعدات غذائية لصالح عشرات الأطفال من المتسولين بالشوارع والذين يدرسون ببعض المحاضر. وتقول الجمعيات أنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى لفت انتباه المجتمع من أجل تقديم المساعدة لهؤلاء الأطفال وتذليل التحديات التي تواجههم. المدة هات نبقى الناس تتبه لهم وتعرف حالتهم، تعرف على أنهم شاشرة فاسلين فينا، كان هم يستنفعوا شوي من قرايتهم إن شاء الله هم يقرأوا القرآن. يالتنا لا نعاونوهم إن شاء الله بنا نحن، هذا الحمد لله هم عوايدنا، هو تاريخنا، هو الحمد لله. يا غير لاحظنا على المدهات حالتهم صعيبة شوي، حقوقهم ما هم معترفين بها، الناس ما تعرفها حتى، وحياتهم صعيبة، مكلة صعيبة، ويجوا عياوي يجوا من بلاد بعيد، وحدين يجوا من مالي من جيني، وجايين الموريتانيا ياك يقرأ القرآن. دونك طرحنا نحن هذا المشروع لينيا أوروبيان مع سيف شيلدرن وأكسيون، الحمد لله عاونونا فيه. اليوم جبنا لهم عشاهم بمناسبة عيد المولود المبارك، عيد النبوي. مغاربيا، وقع رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 5 مراسم رئاسية تتعلق باتفاقيات بين البلاد وبعض الدول الصديقة، ويتعلق معظم هذه الاتفاقيات بالجانب الصحي. وتتعلق إحدى الاتفاقيات بالضمان الاجتماعي، وقد وقعت قبل نحو 4 عقود بين الجزائر وفرنسا، فيما وقعت بعض الاتفاقيات خلال العام الجاري. نتابع. الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوقع 5 مراسم رئاسية تتصل باتفاقيات بين بلاده وعدد من الدول الصديقة، معظمها يتعلق بالصحة. ويتضمن أول المراسيم التي وقعها بوتفليقة بحسب وكالة الأنباء الجزائرية البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين الجزائر وفرنسا المؤرخة في أكتوبر 1980 بشأن الضمان الاجتماعي. وتتمحور الاتفاقية حول العلاجات الصحية المبرمجة الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين اجتماعيا والمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر. ثاني مراسم الرئيس بوتفليقة يتمحور حول اتفاق التعاون بين الجزائر والصين في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، بالإضافة إلى اتفاق تعاون آخر في مجالي الصحة الحيوانية والحجر الصحي بين البلدين. ويتعلق رابع المراسيم التي وقعتها الرئاسة الجزائرية بمذكرة تفاهم مع الجارة الإفريقية مالي في مجال التضامن الوطني. فيما يختص المرسوم الأخير بالاتفاق الموقع بين الحكومة الجزائرية وحكومة بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لديهم مهمة، والموقع بصوفيا في 23 مارس 2018،
تنضاف اتفاقيات التعاون التي أصدر الرئيس بوتفليقة إلى سجل للجزائر في التعاون مع قوى عديدة عبر العالم، من بينها الأتراك الذين زار رئيسهم رجب طيب أردوغان عددا من العواصم الإفريقية من ضمنه الجزائر. كما يندرج في هذا التوجه الجزائري فتح الجزائر صفحة جديدة من التعاون مع نواكشوط، خاصة في الجانب الاقتصادي، حيث افتتحت معبرا حدوديا بين البلدين ونظمت معرضا لمنتوجاتها ووقعت عددا من الاتفاقيات. كما عبر وزير خارجيتها في ختام قمة أديس أبابا الأخيرة عن حرصها على التكامل الاقتصادي الإفريقي، بيد أن الجزائر في الوقت الذي تسعى إلى الانفتاح يؤخذ عليها عدم الرد على دعوة من العاهل المغربي لطي صفحة الخلاف والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها انطلاق ثامن نسخ المهرجان المدن القديمة في ولاتة، والرئيس يؤكد على دور المهرجان في ترقية المدن. جمعية النور للتعليم والعمل الاجتماعي تطلق النسخة الثالثة من مهرجانها السنوي بنواكشوط حول المديح النبوي. انقسام في شارع الموريتاني إزاء الموقف من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بين مؤيد ومناوئ. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله، السلام عليكم.